في هاي المرحلة بالذات احنا اصبحنا تقريبا وفد واحد مع الاتحاد الوطني الكردستاني، ونأمل معا مع بقية الكتل السياسية لغرض الوصول إلى تشكيل كتلة أو تحالف أو تفاهم مع بقية الكتل. احنا مرشحنا بائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي، طبعا هو اني ما اريد اقول مو لان بائتلاف النصر، بس انه مرشحنا اللي قدر، رجل مرحله اللي قدر يتجاوز المرحله الصعبه جدا اثناء توليه 3 سنوات هو داخل حروب، وبالتالي قدر ان يتخلص من داعش، قدر ان يمنع انهيار الاقتصاد العراقي.